باهي نبداو عطونا نحكي شويه على الماتش الريتور ليتوال المصري سؤالون يقول كيفاش يكون جو البيستير قبل الماتشات هذوما؟ اون جو معناتها شكون فيه تركيز نوعا ما معناتها المقابله هذيا باش توت كونسونتراسيون يزيد ويطلع لكن كي يبدا الملاعب عنده ثقه في امكانياته وثقه في المجموعه ككل ينقص الضغط ينقص الستريس تعوضوا حاجات اخرى معناتها يمكن الحديث ما بين الملاعبيه كيفاش باش يكون ادائهم في الملعب كيفاش يحاولوا يطبقوا الشيما تكتيك اللي مسطره باش يرجعوا بنتيجه ايجابيه هذه العوامل الكل معناتها تصير في الفيستير باش تنقص نوعا ما ضغط المقابله وضغط الريزلتا اللي باش تصير وتخفف نوعا ما العبء على الملاعبيه باش كي يدخلوا لارضيه الميدان يعطيوا افضل ما عندهم والثقه ديما كيف ما قلت لك هي كبيره في الملاعبيه هذوما باش يرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. عفوا على مر تاريخك سواء في ليتوال ولا الاولمبي البيجي ولا التجارب اللي خضتها في ليبيا فماش ديسكور نتاع مدرب قاعد في اذنك لليوم ما يتنساش. كل مدرب عنده الفاسون نتاعو فما فرقه شويه كانت مؤثره وجابت نتيجه مش عارف احنا ديما نحكيو على الاكزومبل تاع شاتيل اللي حط العلم للملاعبيه في الفيستير وخرج وبعد ربحنا والله كل واحد وطريقته فوز معناتها كل واحد يجلب الانتباه بطريقته معناتها سي فوزي بن زرتي عنده طريقه خاصه في تحضير المقابلات وفي تحميس اللاعبين يقول برشا حاجات لا معناتها تعرف اللي عنده طريقه خاصه يحفز بها الملاعبيه والملاعبيه تخرج اكثر ما عندها معناتها على ارضيه الميدان برترون مارشو معناتها هذا جدا سواء نتيجه سلبيه او ايجابيه معناتها يكون معناتها التعامل نتاعه بطريقه هادئه نوعا ما دي كاستيل معناتها عنده الخبث الكروي في ومعناتها يعرف يقرا المنافسين يعرف كيفاش يصير الكوتشينج يمكن دوزيام ميتون برشا مدربين معناتها الحقيقه الامانه سواء التونسيين معناتها عندهم طريقه خاصه كل واحد عنده الفاسون بتاعه اللي يحضر به الماتش واللي يصير فيه الكوتشينج يمكن في ما بين الشوطين ولا الديسكور بتاعه ما بينه وما بين الملاعبيه كل واحد الفاسون بتاعه كل واحد يتميز على الاخر بحاجه والحمد لله انا واحد من الناس اللي نستفاد منهم الناس الكل كل واحد من تاخذ منه حاجه معناتها تضيف لك في كاريرك. ليش في 2007 يعني الماتشات اللي لعبتهم الكل سواء مع الاتحاد سواء مع الهلال سواء مع الانديه الاخرى الطرفه ما تنساهاش. الطرفه يمكن في مقابله الهلال معناتها يمكن اوم درمان صحيح يمكن فما 40,000 متفرج كلها تشعل في الجرايد ظلمت الدنيا فهمت 40,000 مشعلين الجرايد نتاعهم معناتها حاجتين اللي تشراو برشا غاديك يظل لي القهوه والجريده معناتها اكثر حاجات تشرا بعد ما يقراها يمشي للاستاد يقع الحرق نتاعها باش علامه من علامات التشجيع للفريق نتاعهم يمكن كانت الاجواء صاخبه نوعا ما الفتره هذيك وما تنجمش معناتها رطوبه كبيره غاديك ما تنجمش تنفس مليح معناتها في المقابله ويأثر على مردود اللاعب وزيد تحرق الجرايد معناتها كيما نقولوا تولي تتنفس بالباي في الماتش هذه من الطرائف اللي صارت لنا في 2007 كل لاعب عنده عاده يقوم بها في السير ولا قبل ما يدخل انت شنو الطقس اللي كنت تعمله تذكر في طرفه بعد صارت لك الفينال الطقس كيما نقولوا من الطقوس انا ما نمسجش قبل الماتش معناتها نلبس التريكو شورت وديريكت نتعدى نلعب المقابله مانيش مغروم برشا ومسدني على اليمين على اليسار وفما عباد اخرى فما اللي يدوش قبل المقابله في كل واحد وطريقته اللي يسبخت بها معناتها كل واحد والفاسون بتاعه برشا ملاعبيه عندهم فاسون معينه يجي نهار ونحكيو فيها ان شاء الله. انت كابتن توا مع البلبولي مع النجاز مع بن عمر مع غازي مع ابو غتاس مع الاحمر انت الكابتن في الماتش هذا شنو الحاجه اللي تنجم تقولها لصحابك؟ كل ما معناتها تبارك الله معناتها هما الاكسبيريونس خذاوها معناتها تو براتيكمون 4 سنين معناتها يلعبوا مع بعضهم يلعبوا المسابقات الافريقيه الكل مع بعضهم توجوا بالقاب ما فماش شكل الخوف ولا الرهبه ولا المجموعه هذه يلعبوا على امكانياتهم واللي متاكد واللي معروف اللي النتيجه باش تكون ايجابيه معناتها كل واحد يحاول يخرج احسن ما عنده في المقابله هذه
باش يفرح العباد اللي تستنى في ريزلتا بوزيتيف. معناتها تعرف اللي لو تعدينا الاهلي المصري نتصور التاج الافريقي باش يبقى في سوسه ان شاء الله. انت على خط توا في بلاست فيلويد نتيجه 2-1 للاهلي المصري ضربه جزاء في 92، شكون تعطيها؟ حسب رايي نعطيها للبلبولي. بلبولي بلبولي علاه البلبولي؟ بلبولي استمنر دوم، معناتها يتحكم في اعصابه كيف ما يلزم في المقابله، يعرف يجاري اللقاءات، لاعب خبره، معناتها الضغط الكل نتصور تعطيه الملاعبي مازال صغير ولا ملاعبي ما عندوش اكسبيريونس كبيره ينجم يضيعها، معناتها تعطيه الملاعبي يعرف يجاري المعطيات هذه الكل ونتصوره يسجلها. نتصوره يسجلها. نقول له معناتها بطبيعته هو اللاعب رقم واحد، ماهوش اللاعب رقم 12، هو اللاعب رقم واحد اللي ديما يدز ويعاون، وشفنا احسن مثال معناتها في اولمبي سوسا في مقابله الذهاب، وش نشوفوا معناتها التنقل المصر بالذات، وهذا مش هو غريب على جماهير نجم الساحلي، شفنا حتى عدد كيما نقولوا مطالب الفيزا لمصر، معناتها عدد كبير برشا، هذا يدل اللي الجمهور ديما ورا النادي ورا الملاعبيه يدعمهم ويساندهم، وان شاء الله الترشح هذا يهدوه الجماهير هذه الكل.